والذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر هذا من المنافقين. قال تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بالعكس يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وها هم الآن يأمرون بالمنكر، يأمرون بكل منكر ويدعون إليه، ويدعون المسلمين إلى أنهم يتخلون عن دينهم، يسمون هذا تشدد، التمسك بالدين يسمونه تشدد وغلو. فلا بد أن المسلمين يتركون هذا، لا بد أن النساء تتمرد، تترك الحجاب، هذا أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، نهي عن المعروف. اتركوا الولاء والبراء، خلوا الناس سواء ما بينهم فرق، هذا أمر بالمنكر، هذا أمر بالمنكر. هم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف دائما وأبدا، عكس المؤمنين فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.